إذا ديكم معنا تشوفوا كيفية إطعام النحل. أمريكا. إيش بيها هذا ككل؟ علوة. أوه. علوة شو؟ شلقة هذه. إيه. الحلوة اللي ديركس على الألف. شو؟ شوف فيها. أمريكا مفتوحة. بس حلو خلا ما عندش منين تخرج. وأنا ما داروا ليش اللقطة. ديركس لقى رخيص. هي. تفرغوا ديريكت تما اللي جيعانة بقى. رغم انه كاين البراج وكلش بصح ما الماكلة ما كانش تاع النحل رغم البراج والماء وكل يهبطوا تبالي من تحت البراج النحلة طاب ترعى حتى لتحت يا رب بلا لا يتخذ الكبيلة